إنشاء مقاطع فيديو وتحويل النص إلى كلام وكتابة النصوص ومولد للصور الرمزية وإزالة خلفية الصور. 5 أدوات في واحد. قول تاني. إنشاء مقاطع فيديو وتحويل النص إلى كلام وكتابة النصوص ومولد للصور الرمزية وإزالة خلفية الصور. 5 أدوات في واحد. إليك شرح عام لأدوات هذا الموقع، ولكن من فضلك ادعمني بالتفاعل مع هذا الفيديو الذي يأخذ ساعات لتحضيره، ولا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلك كل جديد. لكي نستخدم هذا الموقع المجاني، اذهب إلى موقع كريدوي من جوجل، سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف. هذه هي الصفحة العامة للموقع، واضغط هنا على تسجيل البيانات. بعد التسجيل باستخدام بريدك الإلكتروني، عليك مراجعة الإيميل لتفعيل الاشتراك. بعد التفعيل مباشرة، سينقلك الموقع إلى الصفحة الرئيسية لأدوات الذكاء الاصطناعي، وها هي الصفحة كما تشاهدون، حيث يمكنك استخدام منشئ الفيديو الخاص بهم، بما في ذلك الصور الرمزية، والأداة الثانية لكتابة النصوص، والأداة الثالثة لدبلجة النص أو تحويل النص إلى كلام. لديهم أيضا الأداة الرابعة لإنشاء شخصيات على حسب اختيارك وتغيير شكل الشخصية، ولكنها ليست مفعلة وقريبا يتم تفعيلها. وأخيرا أداة إزالة خلفية الصور. أولا سنجرب أداة منشئ الفيديو والأفاتار بالذكاء الاصطناعي. بالضغط عليها ستفتح لك هذه الصفحة. اذهب إلى اليمين وحدد اللغة ونغمة الصوت ونمط اللغة، ومن هنا اكتب النص الخاص بك، والموقع يتيح لك نص من 800 حرف. ملاحظة: يمكنك استخدام الموقع لإنشاء محتوى نصي لمقطع الفيديو الخاص بك، ولكن سأقوم باستخدام النص الخاص بي، وهو شرح الموقع كما تشاهدون. لقد كتبت النص لشرح هذا الموقع وقمت بتحويله باستخدام الموقع، ومن هنا يمكنك ضبط نغمة الكلام وسرعة النطق. بعد ذلك اضغط هنا على زر الاختبار للاستماع إلى نتائج الصوت، ويمكنك التغيير وتشكيل بعض الحروف إلى أن تصل إلى المستوى الذي تفضله. بعد ذلك يمكنك الاستمرار في تحديد النموذج الشخصية أو الأفاتار الذي تفضله. والموقع كما تشاهد قسم الشخصيات إلى أقسام: الولايات المتحدة وأوروبا وأسيا واليابان وكوريا وجنوب شرق آسيا والهند والشرق الأوسط. اختر منطقة الشخصية ثم الشخصية التي تفضلها، ثم اضغط على هذا السهم. سيفتح لك أنواع الشخصيات الموجودة مثل رجل، امرأة، طفل، طبيب وهكذا. بعد الانتهاء اضغط هنا لتحديد مقاسات الفيديو، ثم اذهب لأعلى يمين الصفحة وانقر فوق زر إنشاء الفيديو. بعد الانتهاء يمكنك تنزيل الفيديو مجانا. الآن نذهب لكي نجرب أداة كتابة الإعلانات المجانية الخاصة بهم. اذهب إلى الصفحة الرئيسية وانقر فوق قائمة إنشاء نسخة تسويقية. هنا أدخل الكلمة الرئيسية المستهدفة، وهنا اشرح ما تريد إنشاءه في قسم وصف النص. بعد ذلك حدد اللغة وحدد الحد الأقصى لمقدار النص. انقر فوق زر إنشاء نسخة لبدء إنشاء المحتوى التسويقي الخاص بك. وبذلك فإن الموقع يغنيك عن شات جي بي تي أو أي موقع آخر. حدد أفضل نتيجة وانقر فوق أزر نسخ لنسخ النتيجة. الآن
نجرب الذكاء الاصطناعي المجاني لتحويل النص إلى كلام. من الصفحة الرئيسية انظر فوق دبلجة نص أو اضغط هنا على إنشاء الآن. حدد لغتك ونغمة شخصيتك ثم الصق النص في قسم محتوى النص. انقر فوق زر الاختبار للاستماع إلى معاينة الصوت. بعد أن تكون راضياً عن النتيجة، انقر فوق زر التأكيد وقم بتنزيل ملف الصوت الخاص بك. لا تنس لايك وتعليق والاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلك كل جديد.